السلام عليكم شباب، معكم داسنجر أو الجهدي. في هذا الفيديو راح أتكلم معكم بكل صراحة وكل شفافية وكل وضوح، وإن شاء الله كلامي اللي في قلبي ما يزعلكم، لأن في أشياء كثيرة أبي أتكلمها وأغير شوي من القناة وإن شاء الله ما أحد يزعل مني. فخلينا نبتدي معكم ونقول بسم الله. طبعا الفترة اللي راحت هذا الأسبوع جالس أفكر شنو أسوي في ديستني. جلست أفكر أعصر في مخي مرة أعصر، أبي أطلع سلسلة جديدة في ديستني. ما في شيء بالنسبة لي، أنا ما في شيء قدرت أجيبه. إذا في عندكم سلسلة معينة تقدرون تعطوني إياها أبتدي فيها. طبعا راح أتكلم عن أسلحة كروسبل، كل مرة راح أتكلم عن سلاح معين، بس إذا خلصت الأسلحة الزينة شنو أسوي؟ ما عندي شيء أسويه. ففكرت شنو أسوي. أسوي كل أسبوع فيديو ديستني، بس أجمع فيه أفكار كثيرة، أخلي فيديو محترم يناسب مستواكم، يعني شيء جبار مرة خرافي، وأحط لكم إياه فيديو واحد وأعطيكم إياه كل أسبوع. راح يكون شرح، راح يكون مونتاج. طبعا حاليا اشتغل على مونتاجين في ديستني، واشتغل على فيديو ان شاء الله يعجبكم، افضل 6 اسلحه حاليا في ديستني. اذا ان شاء الله هذه الفتره راح انزل لكم اياهم حبه حبه ونبتدي فيه. طبعا عشان كذا قلت لازم انزل لكم فيديوهات ثانيه، وفي نفس الوقت يضايقني انا ان زواج ان شاء الله الاسبوع الجاي، فالوقت شوي يضايقني، ما عندي وقت كثير كنت العب مثل اول، فما ابي اقطع عليكم في الفيديوهات. فشنو راح اسوي؟ راح ان شاء الله نبتدي تختيم لعبة دارك سولز 3. في عندي طريقين في دارك سولز 3، انتم راح تحددونه. الطريق الاول ان ابتدي في البلاتينيوم، لان قريب اخلص التختيم الثانية وابتدي التختيم الثالثة في البلاتينيوم. وطبعا اذا سويت اللعب وسويت عليها ووك ثرو كامل راح اشرحها بالتفصيل من طوط الى سلام عليكم. اعرف ان اللعبة تقريبا كامل حاليا، فاهم كل الوحوش كيف تقاتلها، شنو الأسلحة، كيف تطوير السحر، شنو السحر الممتاز، سحر الأبو كلب سلاح ممتاز، هذا سلاح بي في بي ممتاز، هذا سلاح بي في اي ممتاز، لأن فيها بي في بي وفي بي في اي. إذا ما لعبت دارك سولز صدقوني شباب، والله صدقوني، أنت جالس تفوت على نفسك شيء من جد خرافي. لعبة بمعنى الكلمة جبارة، رجعتني أيام أول. إذا أطلع برا البيت افكر متى ارجع، ما ابي انام، فيني نوم، والله ما ابي انام، ابي ارجع العب دارك سول. وحوش تخليك تكره اللعب، بس في نفس الوقت حماس تقول والله الازمه. يعني اذا تقول لي اورك صعب، هذا بالنسبه لدارك سولز هذا يمكن الوحش الثاني ما ادري الثالث، من جد يعني شيء صعب ومره في نفس الوقت حماس. وفيه شروحات كثيره يمديني اعطيكم، انا اساسا من القناه مسويها اساعد الناس في الشروحات وفي الوك ثرو، وخليكم تفهم اشياء كثيره في العاب مثل الناس ما تقدر تفهم فيها، العاب صعبه مثل دارك سولز. جوالي العاب مثل العاب دارك سولز تحتاج شرح شوي، وما شفت قنوات كثيره عربيه تشرحها بشكل مفصل وكبير. فانا قلت شنو يا حبيبي، انا لازم اساعد الناس، فانا راح ابتدي تختيمي دارك سولز راح ابتدي من الصفر. اللي ما يعرف شيء في اللعبه ولا فكر عمره لعب اللعبه ويبي يلعبها راح نبتدي معاكم فيه ان شاء الله. وطبعا من بكره راح انزل لكم اول فيديو، يمدين انا مثلا اسجل 3-4 فيديوهات مع بعض، وكل يوم اقسمها على كل 30 الى 20 دقيقه في فيديو واحد، يعني فيديوهات منفصله يعني. فاعطوني رايكم شباب في الكومنت، هل تحب الفيديو يكون 20 دقيقه او 30 دقيقه؟ والشيء الثاني اعطوني هم رايكم في الكومنت تحت، هل تبون ان يكون تختيم دارك سولز من التختيم الثالث ابتدي معكم بشخصيتي، او ان ابتدي بشخصيه من الصفر واشرح لكم كل شيء من الصفر من اول شيء؟ طبعا ما اذا بديت شخصيه من جديد اكيد ما بوصل البلاتينيوم، بس اعلمكم كيف تقدرون توصلونهم بالضبط. فاهمين علي كيف؟ فالخيار بيدكم. اذن ديستني شاب ديستني يمكن يزعل مني يقول ليش بتقطع ديستني، انا ما بقطع ديستني، وعدتكم كل اسبوع راح انزل لكم فيديو، وهذا خيار بيدكم. اي يوم تبون، تبون يوم خميس، جمعه، سبت، افضل ان يكون في الويكند نهايه اسبوع حق الكل اتوقع يقدر يشوفه ويستمتع فيه، ويمديني ان افكر طول الاسبوع واسوي اشتغل عليه. فزي ما قلت لكم عندي تقريبا 3 فيديوهات ديستني راح انزل هذا الاسبوع ان شاء الله، يوم ما ادري يوم انتم اللي تحددوه، تقريبا الفيديو جاهز بس ما ابي انزله، ابي يوم تختارون تتعودون عليه ان خلاص هذا الاسبوع هذا اليوم ينزل فيديو ديستني، كل اسبوع عندي جهاد، اذا جهاد ما نزل فيديو ديستني اجي ادوس ببطنه. خلاص هو وعدني، واذا وعد اخلف يا حبيبي، لا انا مو منافق ان شاء الله على قد اللي اقدر عليه. وشيء ثاني يعني ديفيجن، صحيح ذا ديفيجن لعبة حلوة حاب انزل فيديوهات عنها، بس ان فيه جرايند اليم، لازم تلعب ساعات كثيرة وحق تحصل سلاح واحد، فحاب ابتعد عن هذا الشيء صراحة، لان هذا الاسبوع الجاي زواجي وما عندي وقت كثير اقدر العب مثل اول. يعني ساعة في دارك سولز اقدر اسوي لكم 3 فيديوهات حق 3 ايام، هذه بالراحة، هذه ساعة واحدة تكفيني انزل لكم 3 مقاطع حق 3 ايام
وتستمتعون في الفيديو وتستفيدون مني بشكل كبير. بس لو ألعب The Division يمكن يبيلي بالراحة 6-7 ساعات حق عبط سلاح واحد ويمديني بعد ما أعطيكم أشياء ممتازة. في هذا الشيء قررت إن يا شباب انزل تختيم Dark Souls. حد عطني رأي في الكومنت تحت كم دقيقة تبيه، من 20 إلى 30 أو يمكن حتى ربع ساعة يمكن ما تكفي Dark Souls، وراح أشرح كل شيء بالتفصيل. هل تبوني أبتدي من البلاتينيوم التختيم الثالثة، أو تبوني أبتدي بتختيم جديد بشخصية جديدة نخليها حق البي في بي، لأن راح أسوي شخصية جديدة إذا أسويها في معاكم أو نسويها من وراكم. فأنتوا أعطوني في الكومنت تحت، طبعا البي في بي لازم راح يكون قادح وممتاز يعني، فأعطوني لكم في الكومنت تحت. فخلاصة هذا الفيديو شباب، نعيد التفصيل كل سريع، راح يكون في فيديو إن شاء الله كل أسبوع حق ديستني. اليوم تحددون خميس جمعة أو سبت، راح يكون من اختياركم. وطبعا إذا عندكم سلسلة جديدة أعطوني إياها يمكن أبتدي فيها، يمكن أخلي يومين في الأسبوع. إذا أعطيتوني سلسلة ممتازة أقدر أبتدي فيها وأعطيكم فيديوهات كثيرة عنها. الشيء الثاني Dark Souls، الخيار بيدكم، كم مدته؟ من 20 إلى 30، وهل تبون نبتدي من بلاتينيوم أو شخصية جديدة؟ طبعا الخيار بيدكم. أنا أسمع الكومنتات كله، والله أقرأ الكومنتات، يعني حتى لو واحد علق على فيديو عندي من قبل سنة يقول هذا السلاح بايخ لأن نزل ألف تحديث، أشوف هذا الكومنت، أقرأ كل شيء، والله أقرأ كل شيء. وأغلب الأحيان إذا أشوف كومنت ممتاز أرد عليه أو أعطيه لايك. إذا أشوف لايك على كومنت عندك هذا مني اللايك، أتوقع أن 90% من عندي. فأتمنى شباب عجبكم هذا الفيديو، أتمنى أن ما زعلت الكل ولا زعلت أحد، وإن شاء الله نعطي كل شيء حقه. فإن أساساً قناتي أنا مسويه أساعد الناس وأسوي لهم شروحات كثيرة، فما عندي شروحات في ديستني فننتقل إلى لعبة ثانية. وفي معلومة طبعاً، لعبة Overwatch راح تنزل الشهر الجاي. Overwatch إذا ما تدري شنو Overwatch، لعبة PvP كاملة أو ملتي بلاير، أو فيها طق. إن شاء الله راح نتلعب معاكم سوا، راح نسوي فيه بث مباشر ونعطيكم طبعاً على البث مباشر، راح إن شاء الله في خطة جديدة وأجيب لكم ناس جديدة تستمتعون معاهم في البث مباشر إن شاء الله الأيام الجاية. فخلي بس الأوضاع تعتدل وتنتهي الزواج على خير وينتهي الموضوع على خير، وأشياء كثيرة أفكار عندي لكم والله أفكار خرافية. فإن شاء الله الفترة الجاية هذه راح أشوفون شيء مش حتقدر تغمز عينيك. فإن شاء الله شباب نشوفكم في فيديو جاي، وطبعاً لا تنسى اللايك والسبسكرايب. السبسكرايب شيء مهم والله، شيء مهم يا عيال والله إنكم قادحين. شوفوا معنا خير فيديو جاي، سلام عليكم.